قليلة وتفصلنا عن العبور وتحقيق النصر بعدما وضعت القوات المسلحة خطتها لتحرير الأرض، لكن كان هناك ما يحيل دون ذلك. فالعدو في تأهب، وهناك فتحة من النابالم التي قد تصل درجة حرارتها إلى 700 درجة مئوية، تستطيع أن تحول الخليج إلى جزء من جهنم تنتظر أبطالنا بمجرد التفكير في العبور. كانت عبقرية الأجهزة المصرية في الوصول إلى خريطة كاملة بمواقع وتمركز مواسير وفتحة النابالم بطول الجبهة قبل الحرب بفترة كبيرة، لتتم دراستها بواسطة إدارة التخطيط ووضع آلية للوصول إلى أنسب وسيلة لمنع إطلاق المادة الحارقة التي كان يصفها الإسرائيليون بالسلاح السري. بعد منتصف ليل يوم 5 أكتوبر، انطلق 31 ضفدعاً بشرياً من مقاتلي القوات البحرية غوصاً في مياه شرق قناة السويس نحو الضفة الغربية، حاملين معداتهم نحو منابع النابالم الإسرائيلية. وقامت القوات الخاصة من القوات البحرية المصرية بالغطس تحت سطح مياه قناة السويس لمسافة تصل إلى 15 متراً للبحث عن الفتحات وتعطيلها. وخلال ساعات قليلة نجح المقاتلون المصريون في سد فتحات المواسير وقطع الإمداد قبل عبور القوات المصرية بساعات وسط غفلة من العدو، حتى عادوا إلى قواعدهم بسلام ليستكملوا باقي مهامهم في مشاركة زملائهم من القوات في تنفيذ مهام قتالية بعد ساعة العبور.